الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين ويؤكدان على تعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. رئيس مجلس الوزراء يتفقد الأعمال الجارية بالمدينة التراثية والمسرح الروماني بالعالمين الجديدة. جونسون يشدد على ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يعتزم منح كييف وضع المرشح خلال القمة المقبلة. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمدينة شرم الشيخ ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، حيث تم التأكيد على تعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك المملكة البحرينية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. صرح بأن زيارة ضيف مصر الكريم عاهل مملكة البحرين تأتي في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع السيد الرئيس مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة، وكذلك لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلا عن استعراض آخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظى باهتمام البلدين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جمال، بعد التحية، الرئيس السيسي أكد حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. برأيك كيف يمكن بلورة الرؤية مشتركة سواء ثنائية بين مصر والبحرين أو متعددة من خلال الدول الشقيقة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة؟ هو بالطبع هناك تحديات كبيرة بتواجه المنطقة، بداية من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، ولازم يكون في تنسيق عربي مشترك أو بين مصر ودول الخليج العربي لتجاوز هذه الأزمة لجميع الدول. أيضا هناك تحديات أخرى تواجه منطقة الخليج العربي، محاولات بعض الدول للتدخل في شؤون الدول الأخرى، محاولات دول إقليمية تسعى إلى زعزعة الاستقرار، الحرب اليمنية داخل اليمن وتأثيرها بشكل كبير على الاستقرار في بعض دول الخليج. كل ده لازم يكون في تنسيق واضح بين مصر وبين الدول مجلس التعاون الخليج والبحرين بشكل أساسي، لأن زي ما قال سيادة الرئيس أكثر من مرة أن الأمن القومي لدول الخليج العربي لا يمكن أن ينفصل عن الأمن القومي بالنسبة لمصر. احنا لو شفنا العلاقات هنلاقيها علاقات متميزة بين مصر ودولة البحرين من عام 2014 حتى وقتنا هذا، وبتزداد هذه العلاقات حميمية وبتزداد أكثر علاقات اقتصادية وعلاقات استثمارية، يعني في العديد من فرص الاستثمار في مصر والأبواب مفتوحة طبعا أمام المستثمرين من دولة البحرين من أجل الاستثمار داخل الدولة المصرية بعد البنية التحتية القوية اللي تمت داخل مصر خلال السنوات الماضية. أيضا مصر بتدعم البحرين في جميع المواقف وجميع القرارات، من محاولات العبث باستقرارها، محاولات تدخلات أجنبية في
في البحرين أو الدول الخليج العربي. كل ده بتؤكد عليه متانة العلاقات. في لقاءات ثنائية كثيرة جدا تمت خلال من عام 2014 حتى وقتنا هذا مع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين. أيضا هناك تعاون عسكري لأول مرة يتم من عام 2015 اللي هو التدريبات العسكرية المشتركة اللي بتتم بين مصر ودولة البحرين. هناك العديد من العلاقات الاقتصادية اللي زادت بين مصر والبحرين خلال السنوات الماضية. طبعا التنسيق الكامل بين مصر والبحرين ده مهم، والتنسيق أكثر مع دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي والمحافظة على الوحدة دول التعاون الخليجي، دول مجلس التعاون الخليجي، والتنسيق فيما هو قادم من تحديات أو تهديدات. كل ده مطلوب في الوقت الحالي، واللي هو بدايته زيارة النهاردة ملك البحرين إلى مصر. نعم، الشكر الجزير للسيد الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن هناك تكليفات واضحة من الرئيس السيسي بسرعة وكفاءة التنفيذ والحرص على مراعاة تطبيق المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة. وخلال جولة في مدينة العالمين الجديدة لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة الساحلية، أكد رئيس الوزراء أن مدينة العالمين الجديدة تشهد تنفيذ حجم مشروعات ضخمة غير مسبوق، مضيفا أن الحكومة تواصل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مختلف المشروعات السياحية. وشدد مدبولي على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القائمة للانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المخطط، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال تشطيب واجهات الأبراج وأعمال تنسيق الموقع. كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قام بجولة في مختلف أنحاء المدينة الساحلية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بها، ولا سيما أعمال المرافق. وخلال الجولة استمع رئيس الوزراء لشرح حول حجم الاستثمارات بمدينة العالمين الجديدة، وهي موزعة على ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل محطات تحلية مياه البحر ومحولات الكهرباء، فضلا عن محطات رفع صرف صحي وشبكات مرافق مختلفة. أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية أعمال تطوير وتوسعة طريق إسكندرية مطروح الساحلي، وأشار مدبولي إلى أن هناك 7 حارات مرورية في كل اتجاه. كما تفقد مدبولي أعمال تشطيب الواجهات المطلة على الطريق بكل من الحي اللاتيني والداون تاون والمدينة التراثية، فضلا عن أعمال زراعة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى للطريق. وخلال جولته بمدينة العالمين الجديدة تابع رئيس الوزراء الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع المدينة التراثية، واستمع إلى شرح حول الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة المقامة على مساحة 260 فدان، وتضم عددا من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 85%. وخلال جولته بالمدينة التراثية تفقد رئيس الوزراء مجمع السينمات
كما تجول في أروقة المسرح الروماني. ووجه رئيس الوزراء بضرورة استغلال الفراغات في منطقة البلازا الرئيسية بصورة مثلى والتوسع في أماكن الاستراحات والعمل على استخدام نظم الإضاءة للمباني القائمة بهذه المنطقة على النحو الأفضل، بحيث تظهر صورة جمالية للموقع والمنطقة بصورة عامة. وحول المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة الساحلية، اطلع رئيس الوزراء على سير العمل بمشروع تنفيذ كومباوند عمراني متكامل على مساحة 707 أفدنة، ويضم 40 عمارة سكنية موزعة على 14 بلوك مقسمة إلى شريحتين تضم 1320 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 متر مربع إلى 300 متر مربع. كما اطلع رئيس الوزراء أيضا على أعمال مشروع الداون تاون الذي يقع على مساحة 34 فدان تقريبا ويتكون من 40 عمارة سكنية. كما تابع رئيس الوزراء سير العمل بمنطقة الإسكان المتميز التي تضم 40 عمارة، حيث تم تسليم 45 عمارة للمستفيدين، وكذلك تضم 128 عمارة سكن مصر. واستمع رئيس الوزراء حول مشروع الحي اللاتيني المقام على مساحة 399 فدانا ويضم 65 مجمعا سكنيا بإجمالي 220 عمارة سكنية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة غريب 8 والذي استمر لعدة أيام. يأتي ذلك في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة الحرب الكيميائية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور المستمر لمنظومة التأمين الكيميائي لتضاهي أحدث الأنظمة بكافة الجيوش المتطورة في ذلك المجال. وفي سياق متصل، تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة مركز التحكم الآلي للرصد البيئي والإشعاعي لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومعرضا يضم أحدث منظومات التأمين المتطورة في مجال الحرب الكيميائية والتي تخدم جهود التنمية الشاملة للدولة ودعم المجتمع المدني. وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطط الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 20 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1977 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 15 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 235,160 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10,334 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 1,374.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 47 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 366.5 طن، وكذلك ضبط 4209 مخالفة للمخابز
بمضبوطات بلغت أكثر من 14.5 طن، كما تم ضبط 18 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 59 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2450 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، وتم ضبط أكثر من 271 طن، كما تم ضبط 121 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت قرابة 134 طن سلع مدعمة متنوعة، كما تم ضبط قضية في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 20 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 303,646 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 62,454 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4261 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 210 سائقا منهم، كما تم المرور على 149 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 329 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات، كما تم فحص 329 مركبة وتبين صلاحيتهم جميعا، كما تم رفع 424 سيارة و50 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 11,982 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها، عن ضبط 1,937 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 2,328 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 4,581 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 4,894 مخالفة ملصقات وضبط 99 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 674 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 85,126 قضية ومخالفة لشروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 71,923,994 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 241 قضية، من بينها 162 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و79 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 57 قضية بقيمة مالية بلغت 77,441,238 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1669 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,816.5 مليون جنيها، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة
11 مليون و377,570 جنيها. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 135 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. تم ضبط 87 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 48 طن. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 613 قضية، من بينها 165 قضية خبز ناقص الوزن و151 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 139 طن أقماح محلية. قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بزيارته الأولى لمدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا. وتفقد زيلنسكي مبنى سكنيا تعرض لضرر شديد جراء العمليات العسكرية. ويعقد زيلنسكي اجتماعات مع مسؤولين محليين في مدينة ميكولايف الساحلية والصنعية التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية لكنها قريبة من خيرسون التي يتمركز بها الروس. ولا تزال المدينة هدفا لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا أكبر ميناء في أوكرانيا. قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شيميهال إن إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بلغت 104 مليارات دولار. وأضاف شيميهال خلال مؤتمر قمة البنية التحتية البريطانية الأوكرانية أن الضربات الروسية دمرت أو ألحقت الأضرار بما لا يقل عن 45 مليون متر مربع من المساكن. وأشار رئيس الوزراء إلى أن بلاده تطور خطة إنعاش طموحة وتعتقد أن الشركات البريطانية ستلعب دورا رئيسيا في عملية إعادة الإعمار. ولفت إلى أن الخبراء الدوليين والمفوضية الأوروبية يقدرون الحجم الإجمالي لبرنامج إعادة الإعمار بحوالي 500 إلى 600 مليار يورو، حيث من المقرر أن يعقد مؤتمر كبير حول إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب في مدينة لوغانو السويسرية يومي 4 و5 من يوليو لتقديم خطة لإعادة بناء البلاد. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه من المحتمل أن تشهد أوروبا فوضى إذا واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوغل في القارة الأوروبية. وأضاف بايدن أنه كان يجب أن يتم التصدي للهجوم الروسي رغم تداعيات ذلك على الولايات المتحدة والحلفاء. الرئيس الأمريكي أشار أيضا إلى أن دخول بوتين لأوكرانيا شجع الصين على المضي في مهاجمة تايوان، كما أصبحت كوريا الشمالية أكثر شراسة، وذلك حسب تعبيره. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من المهم أن تواصل بريطانيا إظهار دعمها لأوكرانيا على المدى الطويل. وحذر رئيس الوزراء البريطاني من خطر إرهاق أوكرانيا مع استمرار العملية العسكرية الروسية. ومن المتوقع أن يمنح زعماء الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضع المرشح خلال قمة تعقد هذا الأسبوع، وذلك بعد توصية من رئيسة المفوضية الأوروبية، مما يضع كييف على طريق تحقيق رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد، وإن كانت العضوية الفعلية قد تستغرق سنوات. قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده بصدد تسليم أوكرانيا أسلحة جديدة في الوقت المناسب. وأوضح شولتز أن ألمانيا تعتزم تزويد كييف براجمات صواريخ وأنظمة مضادة للصواريخ قادرة على إنقاذ أوديسا أو كييف، وذلك وفق تعبيره. وأكد أنه لن يتم تسليم الأسلحة إلى القوات الأوكرانية قبل اكتمال تدريبها على استخدام راجمات الصواريخ دون أن يحدد الفترة الزمنية التي سيستغرقها ذلك. Betroffen sind Häuser zerstört worden, es ist eine ganze Stadt zerstört worden.
السادسة مستمرة وتتابعون فيها. الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بتعريض العالم لخطر المجاعة على خلفية منع صادرات الحبوب من أوكرانيا. اتهمت الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي بتضليل المجتمع الدولي بعدم ضلوعه في الصعوبات التي تواجه تصدير الحبوب والأسمدة الروسية إلى الدول النامية. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن توصيات المفوضية الأوروبية إلى رابطة التعاون الأوروبي بفرض عقوبات ضد روسيا تدل بشكل واضح على تحمل أوروبا مسؤولية عدم تصدير المواد الغذائية، مشيرة إلى أن تصريحات بروكسل بأن العقوبات المفروضة لا تؤثر رسميا على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية وبالتالي لا تهدد الأمن الغذائي العالمي عديمة القيمة على الإطلاق. اتهم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا بتعريض العالم لخطر المجاعة على خلفية منع صادرات الحبوب من أوكرانيا. وأكد بوريل استعداد الاتحاد العمل مع الأمم المتحدة لمنع أي تأثير للعقوبات الأوروبية على الأمن الغذائي العالمي، وأوضح أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لا تمنع روسيا من تصدير المنتجات الزراعية والبذور ولا من شرائها، لافتا إلى ضرورة استئناف الصادرات الأوكرانية بحرا، معربا عن أمله في التوصل إلى حل لتلك الأزمة خلال الأيام المقبلة. أعلن مصرف سبيربانك الروسي أنه يطور نظام مدفوعات مالي بديل لنظام سويفت. وقال رئيس مصرف سبيربانك جيرمان غريف أنه سيتم إنشاء نظام مدفوعات دولي بديل لنظام سويفت في غضون عام، مشيرا إلى أن حجب نظام سويفت عن سبيربانك لم يؤثر على عمل المصرف، حيث لا تتجاوز تعاملات المصرف عبر ذلك النظام 5%. قالت مصادر إعلامية إن روسيا تكثف من صادراتها النفطية من ميناء كوزميني الرئيسي بشرقي البلاد بهدف تلبية الطلب المتزايد من المشتري الآسيوي وتعويض أثر عقوبات الاتحاد الأوروبي. وأضافت المصادر أن صادرات النفط عبر الميناء من المقرر أن تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند حوالي 880 ألف برميل يوميا في يوليو، وتأمل موسكو في إعادة توجيه صادرات الطاقة من الغرب إلى آسيا، لكن القيام بذلك عبر رحلات الناقلات الطويلة من الموانئ البحرية الأوروبية مكلف ومعقد بسبب العقوبات الغربية جراء الأزمة في أوكرانيا. علق بنك بيلاروسيا، أكبر بنك في بيلاروسيا، مؤقتا التحويلات بالدولار الأمريكي للأفراد. وأفاد البنك البيلاروسي أنه علق مؤقتا التحويلات الدولية للأفراد بالدولار الأمريكي، ولا توجد معلومات عن موعد استئناف هذه التحويلات. هذا ويمثل بنك بيلاروسيا الذي يعمل منذ عام 1995 أكثر من 40% من أصول النظام المصرفي بأكمله في البلاد. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قطاعية على بيلاروسيا تمنع من بين أمور أخرى الحكومة البيلاروسية والبنك الحكومي من الوصول إلى السوق الأوروبية المالية، ويدرج بنك بيلاروسيا على قائمة العقوبات. قال إيغور سيتشين الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاق روز نفط إن شركة بي بي البريطانية لا تزال أكبر مساهم بالشركة من القطاع الخاص رغم إعلانها تخارجها في فبراير. وأضاف سيتشين أن بي بي لا تزال تملك أيضا حصصا في مشروعات ضخمة لروز نفط، وقال إن كل هذه الملابسات تتحدث عن رغبة الشركة في البقاء كمشاركة نشطة وانتظار انتهاء الوضع الجيوسياسي السيء دون تكبد خسائر حقيقية. أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أن مستوى التضخم السنوي قفز إلى مستوى 6.8% خلال شهر مايو الماضي في أعلى ارتفاع يتم تسجيله للبلاد منذ نوفمبر 1990، والمزيد في سياق التقرير التالي. الاقتصاد الإيطالي
ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والذي يحتل المرتبة 12 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم، يعاني من أزمات عدة في الآونة الأخيرة إثر تسجيل مستويات قياسية من التضخم. المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أعلن أن مستوى التضخم بالبلاد وصل إلى مستوى 6.8% خلال شهر مايو الماضي، وهو أعلى ارتفاع يتم تسجيله منذ نوفمبر عام 1990. المعهد أشار أيضا إلى أن هذا التضخم جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود ومواد الغذاء الرئيسية المتأثرة جراء الأزمة الأوكرانية. وأوضح المعهد أن التضخم ارتفع خلال شهر مايو بنسبة 8% بعد أن استقر عند مستوى 6% خلال أبريل الماضي. ورغم ذلك ظل التضخم تحت مستوى 6.9%، وهو الرقم الذي توقعه معهد الإحصاء خلال التقديرات الأولية. وترى وسائل إعلام إيطالية أنه بعد تفشي وباء كورونا والأزمة الأوكرانية ستكون حالة الطوارئ الكبرى التالية هي أزمة الغذاء، حيث تواجه إيطاليا أزمة قمح كبيرة. هذا وبدأت الحكومة الإيطالية في تقنين بيع بعض السلع وخاصة المكرونة، خاصة بعد ارتفاع الأسعار. وتجد الشركات التي تنتج الأطعمة المصنوعة من القمح صعوبة متزايدة في توفير المواد الخام، وبالتالي فإن إنتاجها معرض للخطر. تظاهر الآلاف من الأشخاص في لندن مطالبين حكومة بوريس جونسون ببذل المزيد من الجهد في مواجهة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وتوفير ظروف أفضل للعمل. وتأتي التظاهرات بعد أن قام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل التضخم أعلى مستوى له في 40 عاما عند 9% في أبريل. ويتوقع صانعو السياسة النقدية أن يتجاوز التضخم 9% خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن يرتفع إلى ما يزيد قليلا عن 11% في أكتوبر، بينما يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد خلال النصف الأول من فترة التوقعات. أعلن بنك اليابان المركزي الالتزام بسياسته النقدية التي تحافظ على أسعار الفائدة المنخفضة، وأكد البنك أنه سيواصل الحفاظ على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 1% وأسعار الفائدة طويلة الأجل حول الصفر عن طريق شراء السندات الحكومية طويلة الأجل. ويأتي ذلك وسط ضغوط يواجهها الاقتصاد الياباني بضغط من ارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية، بالإضافة لاستمرار تداعيات جائحة كورونا. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن تخفيف الرسوم الجمركية على الصين. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يعتزم أيضا التحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ قريبا. أعلنت القوات الجوية الأمريكية في أوروبا هبوط طائرتين مقاتلتين من طراز F-35 في مطار سكوبي بمقدونيا الشمالية لإجراء مناورات مشتركة. وقال الكولونيل جون ماكري في قوات الحرس الوطني الأمريكي إن وصول الطائرات يهدف لتعزيز تعاون ما يقرب من 3 عقود بين الحرس الوطني الأمريكي ومقدونيا الشمالية. قامت اليابان بنشر أسطول بحري تابع لقوات الدفاع بالمحيطين الهندي والهادئ لمواجهة النفوذ الصيني. وأكدت وزارة الدفاع اليابانية أنه خلال الانتشار السنوي الذي بدأ يوم الاثنين الماضي وسيستمر حتى 28 من أكتوبر المقبل، سيجري أسطول قوات الدفاع الذاتي البحري زيارات للموانئ في دول جزر الباسيفيك، وهي جزر سولومون وتونغا وفيجي للمرة الأولى. وأضافت الوزارة أن الأسطول سيشارك أيضا في أكبر تدريبات بحرية متعددة الجنسيات في العالم تضم استراليا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. حذرت السلطات في التشيك المواطنين من موجة حارة تضرب البلاد وتستمر خلال الأيام القليلة المقبلة، ووضعت خدمات الإسعاف والإطفاء في حالة تأهب. وحذر خبراء من احتمال تعرقل حركة السفر بالقطارات نتيجة للأعطال الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة، فيما من المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة بحلول يوم الاثنين المقبل. وقد حذر الأطباء المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال من التعرض للشمس.
لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم في فيضانات بولاية أسام الهندية. وأعلنت وكالة إدارة الكوارث الحكومية نشر القوة الوطنية لمواجهة الكوارث في الولاية، كما طلب من الجيش الهندي المساعدة. وقد تم إلغاء العديد من خدمات القطارات في الهند وسط هطول أمطار متواصلة خلال الأيام الخمسة الماضية. أعلنت شرطة بنغلاديش مصرع 25 شخصا بسبب الأمطار الموسمية التي تجتاح البلاد، في حين عزلت الفيضانات أكثر من 4 ملايين شخص. والمزيد في سياق التقرير التالي. في محاولة لمساعدة نحو 2 مليوني شخص حاصرتهم مياه الفيضانات، نشرت بنغلاديش وحدات من الجيش في شتى أنحاء البلاد لإجلاء العالقين بعد أن أغرقت الأمطار الموسمية الغزيرة مساحات واسعة من الأراضي للمرة الثانية خلال أسبوعين. وتشكل الفيضانات تهديدا منتظما للملايين في الأراضي المنخفضة في بنغلاديش، إلا أن خبراء يؤكدون أن التغير المناخي يزيد من خطورتها وعدم القدرة على التنبؤ بها. وغمرت المياه معظم المناطق الشمالية الشرقية ببنغلاديش وسط توقعات بتفاقم الوضع خلال نهاية الأسبوع، مع توقع هطول مزيد من الأمطار. على الفور علقت السلطات إجراء الامتحانات في المدارس الثانوية في معظم أنحاء البلاد، حيث يتم استخدام مباني المدارس لإيواء النازحين بسبب الفيضانات. وانتشر الجيش بالبلدات الريفية التي ضربتها الفيضانات، حيث قام الجنود بتوزيع المساعدات على المتضررين وإنقاذ الناس من المد المرتفع. وفقا لمركز التنبؤ والتحذير من الفيضانات التابع للحكومة، فإن الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي في بنغلاديش وأجزاء من الهند المجاورة صبت في الأنهار التي فاضت ضفافها، معتبرا أنها واحدة من أسوأ الفيضانات في تاريخ المنطقة. وتأتي موجة الفيضانات بعد أن ضربت بنغلاديش أواخر الشهر الماضي أسوأ فيضانات شهدتها المنطقة منذ عقدين، ما أدى إلى سقوط وفيات وتضرر 4 ملايين شخص. يكافح رجال الإطفاء للسيطرة على حرائق غابات محتدمة في عدة مناطق من إسبانيا وسط جفاف ورياح، في الوقت الذي أدت فيه موجة حارة إلى ارتفاع درجات الحرارة لتقترب من مستويات قياسية. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن البلاد تتجه نحو تسجيل أعلى درجات حرارة تشهدها في أوائل الصيف منذ عشرات السنين، مع توقع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية في مناطق بشمال البلاد. قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد-19 حول العالم ارتفعت إلى 538 مليون و 477,345 إصابة. وأوضحت جونز هوبكنز أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6,317,530 وفاة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلغت أكثر من 86.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.6 مليون. وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على لقاحين مضادين لكورونا للأطفال تحت سن 5. وتمهد تلك الخطوة الطريق أمام تطعيم ملايين من الأطفال صغار السن في الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا. ما زال فيروس كورونا نشطا رغم توفر اللقاحات وتراجع حدة الجائحة عالميا. وفي أحدث إحصائية لجامعة جونز هوبكنز المعنية برصد أعداد الإصابة والوفيات، تبين أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6,317,530 حالة، وتربعت الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة، فيما حلت البرازيل المرتبة الثانية وبعدها الهند.
وهو الترتيب الذي احتفظت به تلك الدول منذ أسابيع. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لإعطاء لقاح كورونا للرضع والأطفال دون سن الخامسة. وفي الشرق الأقصى تراجعت حدة الوباء في كوريا الشمالية، الدولة التي أعلنت مرارا خلوها من الفيروس، إلا أن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ قال إن أكثر من 20,360 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال 24 ساعة الماضية. أما في الشرق الأوسط فحذرت الحكومة العراقية من عودة نشاط فيروس كورونا مجددا بسبب استمرار تدني معدلات التلقيح وتزايد معدلات الاختلاط وشدة الزحام مع ضعف الإجراءات الوقائية، فيما حثت المواطنين على أخذ جرعة تعزيزية ثالثة منشطة لتعزيز مناعتهم. ويتوقع خبراء أنه برغم توفر اللقاحات والجرعات المعززة قد تعود بعض الدول في الخريف المقبل إلى إعادة الإجراءات الاحترازية، وهو الوقت الذي ينشط فيه الفيروس العنيد والذي قد لا يغادر عالمنا كما توقع بعض الخبراء في وقت قريب. أكد رئيس البرلمان العربي عادل عسومي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باتشيكو أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في معالجة كثير من قضايا المنطقة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أشار العسومي لأهمية دور الاتحاد البرلماني الدولي في دعم القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية والقضية اليمنية. بدوره أكد باتشيكو أن الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي شركاء في القيم نفسها مثل السلام وضرورة الحوار في كل القضايا. عقدنا لقاء مهم تبحثنا على كثير من الأمور، سواء على الأمور اللي تخص الساحة الدولية خاصة بما يتعلق في الدبلوماسية البرلمانية. ناقشنا كثير من الأمور على رأسها موضوع القضية الفلسطينية وأهمية التعامل معها بشكل حيادي دون أن يكون في هناك ظلم على الشعب الفلسطيني. كذلك في موضوع اليمن طرحنا كثير من الأمور خاصة الاستراتيجية التعاون المشترك بيننا وبين الاتحاد في كثير من الفعاليات ستنظم معهم بشكل مشترك. فعاليات يسعى البرلمان العربي أن تكون القضايا العربية مطروحة سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي. نفى التيار الوطني الحر في لبنان وجود مطالب وشروط له في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وقال التيار إنه يريد أن تتألف الحكومة سريعا وأن تكون على مستوى المرحلة. كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد ناشد الجميع بالإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة في الاستشارات النيابية المقررة الخميس المقبل وتقديم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن طرف الوقت لم يعد متاحا للبنان. اعتبر المبعوث الأممي لليمن هانسن جروندنبرغ أن الهدنة منحت الشعب اليمني فترة استراحة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ النزاع، مشيرا إلى أن الهدنة منحت الجميع متنفسا للانخراط في تسوية سياسية. وقال جروندنبرغ إن تمديد هدنة الشهرين في اليمن منحت الشعب أملا بإمكان عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وهي الخطوة الأولى على مسار التوصل لاتفاق سلام أوسع نطاقا. وشدد المبعوث الأممي على ضرورة حماية الهدنة وتقديم جميع الأطراف تنازلات. أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عقد مؤتمر صحفي غدا الأحد للإعلان عن الخطة التشغيلية لموسم الحج هذا العام. وأكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أنها كثفت عمليات التعقيم لسلامة قاصدي البيت الحرام، مشيرة إلى أنه تم تجهيز فرق تعمل على مدار الساعة لتعقيم جميع جنبات المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحتها الخارجية، إضافة إلى تكثيف جولات الروبوتات الذكية. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بناء الوطن يحتاج إلى صبر ووقت. وقال الكاظمي خلال احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة في عموم العراق إن هذا المشروع الاستراتيجي مهم لبناء المجتمع وتطوير الأجيال نحو بناء قادة لخدمة العراق في المستقبل، منوها إلى أن المشروع سينجز ضمن الاتفاقية العراقية الصينية.
يجب أن نحسن خياراتنا بين بناء الوطن أو التكاسل. البناء يحتاج صبر ويحتاج وقت، والتهديم سهل ويمكن أن نهدم خلال فترة قصيرة، لكن البناء يحتاج صبر ويحتاج وقت طويل. وكما ذكرت يجب أن نحسن خياراتنا بين البناء الوطن أو تهديم ما تبقى. وعلى بركة الله اليوم أعلن انطلاق هذا المشروع ونضع حجر الأساس من أجل العراق ومن أجل العراقيين. عاش العراق. أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق مسعود بارزاني أن الأزمة السياسية في البلاد عميقة، مشيرا إلى ضرورة العمل على حلها. وقال بارزاني أنه جرت في العراق انتخابات برلمانية في أكتوبر الماضي، لكن لم يتم السماح أن تمضي الأمور كما تقتضي النتائج. وأشار مسعود بارزاني إلى ضرورة وجود إرادة لحل الأزمات، لافتا إلى أن دستور البلاد هو الحكم لحل المشاكل. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل 15 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في عمليات أمنية نوعية استباقية خلال اليومين الماضيين. وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة أنه بتكثيف القوات الأمنية عملياتها النوعية والاستباقية ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي تمكنت من قتل 15 عنصرا بينهم قياديون في التنظيم الإرهابي يشغلون مناصب من بينها والي دجلة وصلاح الدين والمسؤول المالي لتنظيم داعش الإرهابي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات. وقد تواصل المركز مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية التي نفت بدورها الخبر. وأكدت الهيئة أنه لا صحة لوجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية أو الصيدليات، مشددة على توافر كافة الأدوية بشكل طبيعي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية أو الصيدليات، فضلا عن توافر جميع البدائل للأصناف المختلفة، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توفرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج. أعلنت وزارة الصحة استعدادات وتجهيزات الوزارة لموسم حج 1443 هجرية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام. وقالت الوزارة إنه تم تجهيز 12 عيادة طبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحجاج، منها 9 عيادات بفنادق تسكين الحجاج المصريين بمكة المكرمة و3 عيادات في المدينة المنورة. تواصل وزارة الموارد المائية والري التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية. وأكد وزير الموارد المائية والري أن التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الري، موضحا أن إزالة التعديات على المجاري المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين. نظمت مديرية الصحة بالجيزة قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة. وشارك القائمون على قافلة بمركز العياط في استقبال وتنظيم المواطنين وتقديم الخدمات الطبية المجانية. وشملت القافلة تخصصات عديدة إلى جانب تقديم خدمات تثقيفية لأكثر من 700 مواطن. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة مع الزميلة آية كافوري. شكرا ياسر، شكرا سحر. والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعربيا.
أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار متابعة جهود توريد القمح من المزارعين تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وذلك للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي معوقات في هذا الشأن. وشددت الوزارة على أهمية تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين وصرف المستحقات أولا بأول مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عملية التوريد، بالإضافة إلى استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد. وجهت وزارة الزراعة مديريات الزراعة في المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التعدية على الأراضي الزراعية وكذلك التشديد على تحرير محاضر تبوير الأراضي. وذكرت الوزارة أن تبوير الأرض الزراعية هو أحد أشكال التعدي عليها، حيث يجعلها غير منتجة وتفقد وظيفتها الاقتصادية. يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار متابعة توجيهات رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين حول التعدية على الأراضي الزراعية والتغيير المكانية. وفي أسواق المعادن النفيسة انخفض سعر الذهب بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على المعدن النفيس الذي سجل 1846 دولارا للأوقية. أما على المستوى المحلي فقد سجل جرام عيار 18 نحو 862 جنيها، ولمس عيار 21 سعر وصل إلى 1005 جنيهات، في حين وصل سعر عيار 24 اليوم إلى 1148 جنيها، وأخيرا سجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 8040 جنيها. من أسواق المعادن النفيسة إلى أسواق البترول العالمية، حيث هبطت أسعار النفط بسبب مخاوف من احتمال أن يؤدي رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الطاقة. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 6.7% اليوم، وسجل سعره وصل إلى 111 دولارا و80 سنتا للبرميل. أيضا انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.8% ووصل السعر إلى 108 دولارات و 41 سنتا للبرميل. وعن أسعار المازوت فقد انخفضت عالميا ووصلت بنسبة 3.56% ووصل السعر إلى 4 دولارات و26 سنتا لكل لتر. أما عن الغاز الطبيعي فقد انخفض أيضا بنسبة 6.97% ووصل السعر إلى 6 دولارات و94 سنتا لكل مليون وحدة حرارية. قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إن الهدف المشترك بين أوبك وشركائها هو استقرار السوق وليس خفض الأسعار أو رفعها. وأضاف أن إعادة الإنتاج لنحو 9.7 مليون برميل يوميا إلى سوق النفط وفقا لقرار أوبك بلاس الأخير ستساعد في خفض الأسعار. كان تحالف أوبك بلاس قد أقر في اجتماعه الأخير زيادة الإنتاج بنحو 648 ألف برميل في يوليو ومثلها في أغسطس المقبل. انتهى جولتنا الاقتصادية، أعود مرة أخرى إلى سحر نجي وياسر عبد الستار، إليكم. شكرا لك يا الكفوري. انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين ويؤكدان على تعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. رئيس مجلس الوزراء يتفقد الأعمال الجارية بالمدينة التراثية والمسرح الروماني بالعالمين الجديدة. جونسون يشدد على ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يعتزم منح كييف وضع المرشح خلال القمة المقبلة. وبهذه العناوين انتهت نشرة السادسة. شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء جديد.